يا دولاد يا شعب كحبي كلاليه هنسيع ذلاد هاي إني كوكو صوت هذا أنا لو واقع قاضية بهاي نوارك شري ما أصل ما يدفع دون نقان من كان الناس اللي يروح لون شري برخض شخص قاس دون نقان وما شد لها دولادنا هذا لو دون إياه ثم أنتو مر أنتو لسه أنتو شو جاي أنتو شقين أي واحد ولا أركي ما هذا الدنيا اللي بقصوا لي أنا قاعد سو كريم سو قاعد وير حدا أنا واي أنا كوشي أنا سو هنتي دي سي مركي جوهريسي وسيرد دي مادين أي حرقة كتشريين وحسوالي سويدينا ما يقع لها مركب محيوس عدين وين سؤالها سود ما مش يلا تقولوا جه كسر جواب تبانوا لين هاي وين أكو دكان مقالة ما تحد عاصمة دوا قبل كسنة عرقاب يا ركتي دوا تكدي بتي وشال حكومة الصومال اللي عندهن يسوني كل وري وتعب بتال كسنة بشالة توس بتال وكم مدة بتال هذا قار كل وري يكون يا الله مقالة عرقابو كسو مقالة عرقابو كهير قال يجنا عصدة برخة تبريل حسن وحنا شعبكم مقالة عرقاب ركتي دوا دايو دكنا يصدقن ها وحنا أركا يا دولاد يا شعبك وحبيك كلاليه شيبك يا دولاد وحبيك كلاليه دولاد وحبيك هذا هذا وحي هذا إن شعب تكو تفصل وما ده ده طريق ما دولاد من أي حد قد بتو هنسيع ذي هذا هاي إن كوك بتو ترى أنا على واقع قاضية بهاي إنه أرك شريم ما هذا أنا وحن لين هاي دولاد ده كتناسب شو هنتين اللي هاي بانو قاضي إنها كتناسب شو وحو أجن ما عالم خنا كمدعين وأنا أقول لك أن أسبتال سناك وأنا برخط جبريل حسن فارح وأنا أقول لك أن سومالي لا نودمي وأوكتاي تولدو وأنا فرحة كالابا وأنا أقول لك أن دولدو وأنا أقول لك أن أسبتال كاسارن فرحة دبلوغا لابن ماي waxaan u sheegaynaa maalintii la soo galay gobol sanaag baa loogu dambeeyay qori aanu dagtayda saarno laakiin hadii cusbitaalka faraha laga bixi waayo dib baan u saari doonaa hadaan dawladdu faraha si dhaqso ah ugu la bixin cusbitaalka hantida ninku dareer buu ka dhashay heer baa iska leh hantida markii hore nin baa dhistay laakiin ninku dareer buu ka dhashay koob iyo 100 milyan weeye reer hadii uu ku dhamaanayo dib faraha uga laaban mayno hadaan cusbitaalka xayiraada si degdeg ah looga qaadin cusbitaalka gobolka sanaag ku yaala anagu waxaan u naqaana hadaan nahay gobolka sanaag ama islaamka oo dhan oogihiin in cusbitaal qof gaari leeyahay uu yahay una dhistay dowladda waxaan ugu baaqaynaa ama saan u leenahay arrinkaa waa ku degdegteen arrinaa bulshada iyo gobolka sanaag xaq u leedin maaha أختار كان إنك لها الله ملح بنانا إن وايو هدي دات كشعب كأو حضر الوقف صدا وحول بوي كيمان أنا وحوي كلام شعبا كيمان كرا إسكو دعب الشاك كيمان كرا دولة إيو وحوي يدات كشعب كأو وحوي إسقبتو وحوي إسنعا كيمان كرا إن مسبتال كفراح لقى قاعد أنا داون هاي مقالات عرق أو دات كبشرة كنا لو حملنا ورع مسبتال كأو لقى دا يخلق قلين تي بشرة يقول كسرق وإحنا دي شقية أختار كا ليلا أصل ما يدفن دون نقاني من كلام أصل واحد لون شري برخض شخص قاس دون نقاني وما شد لها تولدنا عقل معها قولي عدد كان هلا وريكت مركا إلا ما مش الشخص على هاي أنت إذا بديت كويس كلا يعني هلا وريكت حولنا هاي أن هلك الدولة تري واقعنا هنا هنتين إسكالي يدد إسكالي يهي شعبة ويسكري يهي ان دولة دمركا وهذا ان لقو حد قدبنا حق ماها ان اي واحا شعب كلي يهي كو حد قدبتونا حق ماها واحا انو ارنتا الله اي امو غطا حد قدب دولة دو هدبا يلاد هاي ميل شعب لي يهي با انو قادينا حد قدو بانو أرقنا رأيي وحن كده يبين يا دكتور كا برخد أولي هاي أصل ما يدي كاس ودولو دي كسوق عادي وير حدا أنا
واي انن كو شيغان سو هانتيديسي markii ugu horeysay ay wasiiradu yimaadeen ay xadiga ka jirayeen wax su'aal is weydiina ma yagaa laha marka maxay soo cadeyn waayeen su'aalaha soo dhanba meesha yala dawladdu ka soo jawaabtay baan leenahay hadaanu shacabka xir gaabo nahayna waxaanu leenahay ki dawladda ayaa enen hooseeya oo caafimaad ahaan iyo beeshinka iyo sida loola dhaqmo iyo maxay heetoray enen shaqadoodii ay gabeen marka kaasa u baahan magaranaysa wax la taro iyo taakuleyn iyo dhaqaale farabadan iyo in kor loo soo qaado ee uma baahna kuwa shacabku dhistay ee u shaqeynayay dhaqtarkaas wuxuu ahaa dhaqtarka kaliya ee soo saara sheybaadka halkan iyo sheybaadka Itoobiya ay isku midka noqdaan anigu mudan wiilku hayo walaalkaya dhaqtarka waxa la ugu adeegay sidii ugu wanaagsanayd ee qof loogu adeego ayaa la ugu adeegay marka aad bay u mahadsan yihiin dhaqtarka cidi dhistay oo ah barxad waxaan leeyahay dawladda ka waantoodo shacabka wixiisa hantida aanan waayo qof walba hantidiisu way dhowrantahay dawladduna waa tii ahayd inay ilaaliso saddex nafta maalka iyo hantida qofka ka intiiba waxaan mudadeeyay inaad dir ku soo xad gudubtay shaqooyin kale u yaala dawladda ee ha ka baxdo baan leeyahay hawlaha dhaqtarka Siraj Specialty Hospital waa dhaqtar gaar loo leeyahay waa dhaqtar cid waliba ogtahay bulshada reer Ciirigaabo waa dhaqtar ay u simay yihiin waa dhaqtar u shaqeyn jiray kumanaan kun oo bukaano ah oo gobolka Sanaag iyo nawaaxigiisa uga kala yimid jiray waa dhaqtar horumar u ahaa gobolka Sanaag iyo dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliland waa dhaqtar lama taabtaana waa hanti maguurta waa dhaqtar bareefada runtii inta wax loo dhaafa ma jirto anagu ka reer Ciirigaab ahaan hadaan nahay bishada reer Ciirigaab anagu isku duuban difaac baan ka xigna waa hanti maguurta waa dhaqtar dadku dhan u shaqeynayay waa dhaqtar naga dhaxeeya waa dhaqtar aanay cidina taaban karin wax walba oo iyo cid walba oo hunguraysana anaga isugu yimaneyna oo bulshada reer Ciirigaab oo aan kala reer lahayn oo aan kala hayb lahayn bay is arkayaan Mursal Xigmaawi bulsha TV Ciirigaab macmiil ma ogtahayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidaaba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booq xarumaha Somtel ama dahab shiid si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121